أمنيات دار خليج فارس. الأمن في الخليج الفارسي من أهم العناصر للجمهورية الإسلامية، ونعتقد أن هذا المسار البحري الدولي يجب أن يبقى دوليا، وأن أمنه يجب أن يكون في عهدة إيران وعمان. وفرنا أمن هذا المضيق الاستراتيجي لعقود، وحضور الدول المخلة بالأمن والاستقرار من خارج المنطقة أدى إلى تقليل أمنها. إنهم ينسجون سيناريوهات لوجودهم غير الشرعي في المنطقة، سيناريو أمريكي وآخر بريطاني لإطفاء الشرعية على وجودهما ولحلب دول المنطقة، وليستغل الدول الأوروبية ودول غرب آسيا. هذه الدول صناعية وتحتاج إلى نفط الخليج الفارسي. وجودهما سبب مشاكل لشعوب المنطقة وللملاحة فيها. حصلت حوادث اصطدام بحري متعددة بسبب الأمريكيين، كما أن وجود بوارج نووية سيؤدي إلى تلوث طويل الأمد إذا حصل حادث ما، ولقد طرحنا هذا الأمر مرات متعددة. الأمريكيون شنوا هجوما على الناقلات قرب المياه الإيرانية في عمليات إرهابية ليتهموا إيران ويحملوها المسؤولية، وعندما توجهنا إلى ناقلة لمساعدة طاقمها اتهمونا بالوقوف خلف الحادث وأننا ألصقنا عبوة على هيكلها. هل يعقل أن نفعل ذلك عند سواحلنا وعلى مقربة من منزلنا؟ هل يعقل أن نزعزع أمن الخليج الفارسي الذي هو في عهدتنا لنعطي ذريعة للآخرين؟ هل يعقل أن نفعل ذلك؟ هذا هو السيناريو الأمريكي. أما بالنسبة إلى السيناريو البريطاني، فالناقلة غريس 1 العملاقة كانت متوجهة إلى أوروبا وتحمل نفطاً إيرانياً إليها، وكانت مجبرة على المرور في مضيق جبل طارق لعدم إمكانية العبور من قناة السويس، ولم تكن قادرة على التوجه إلى سوريا بسبب حجمها الذي لا يسمح بذلك. لقد نسجوا سيناريو لنا بأن هذه الناقلة كانت متوجهة إلى سوريا واحتجزوها وتعاملوا مع بحارتها على نحو سيء، وهم الآن مسجونون داخل السفينة. في المقابل فإن ناقلتهم في مضيق هرمز لم تراعي القوانين الدولية، بينما الناقلة التي تحمل النفط الإيراني وهي ليست إيرانية كانت تراعي تلك القوانين. ناقلتهم أطفأت جهاز التتبع، وبالتالي أطفأت الأجهزة الدولية التي تعرف عن هويتها، ولم تجبنا. واستكمالا لهذه السيناريوهات، يحاولون إنشاء تحالف غير شرعي في المنطقة من بريطانيا وأمريكا لمواكبة السفن. نحن لم يكن لدينا مشكلة أبدا في عبور الناقلات والسفن في مضيق هرمز سابقا، ويوميا تعبر المضيق ما بين 82 ناقلة و 85 ناقلة، ولم تتعرض لمشكلة. ومنهم من لا يراعي القوانين الدولية للملاحة ويعبر مياهنا الإقليمية، لكن كنا نوفر لهم الأمان. الذريعة الأمريكية هي لتبرير الوجود غير الشرعي في المنطقة لهذه الدولتين الاستعماريتين، والآن ينسجون سيناريو لوجود الكيان الصهيوني المحتل للقدس في المياه الخليجية. إذا حدث ذلك فإن أمريكا وبريطانيا تتحملان المسؤولية، ونحن في الأساس لا نعترف بهذا الكيان، ونحذر من أي وجود غير شرعي في المياه الخليجية ومضيق هرمز. نحن في القوات البحرية لحرس الثورة المسؤولون عن أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي، والقادرون على ضمان أمن الملاحة، ولا حاجة للغرباء في المنطقة. وأكدت على ذلك مرارا، وقلت ذلك في مؤتمر قطر، إنه لا توجد قرصنة في مياه الخليج الفارسي ولا انعدام للأمن. أما عدم استتباب الأمن أخيرا فسببه السيناريوهات الأمريكية والبريطانية. رسالتنا إلى الدول في المنطقة وخارجها هي أنه ما دمنا نصدر نفطنا من المنطقة فنحن نضمن أمنها ليصدر الجميع نفطهم. ولم يكن هناك مشكلة سابقا، ومضيق هرمز مفتوح ويستطيع الجميع الاستفادة منه، كما أن الكثير من الدول تستفيد الآن من مياهنا الإقليمية. وأي وجود للكيان الصهيوني غير المشروع في مياه الخليج الفارسي يمكن
يمكن أن يشعل معركة، لذا يجب ألا يقدموا على ذلك، وعليهم تجنب هذه الخطوة، ويجب ألا تقبل شعوب المنطقة هذا الأمر. على البريطانيين أن يفرجوا عن ناقلتنا، أما ناقلتهم فقد خرقت القوانين الدولية، وبحارتها يتواصلون مع عائلاتهم وهم في أمان تام. نحن نتعامل معهم من منطق إسلامي وإنساني، لكن انظروا كيف يتعاملون مع بحارة ناقلة النفط الإيراني. اقتادوا قائدها إلى السجن وأفرجوا عنه بكفالة. نحن لم نفعل ذلك. هذا هو الفرق بين من يحترم حقوق الإنسان ومن لا يفعل. ومن غير العادل أن نفرج عن ناقلتهم التي خرقت القانون الدولي وألا يفرجوا عن ناقلتنا. لا أحد يرضى بذلك في بلدنا. يجب الإفراج عن ناقلتنا ليفرج عن ناقلتهم. هذا الأمر يعود إلى القادة الإيرانيين، وفي أي وقت يرغب فيه قادة بلادنا فنحن قادرون على احتجاز أي سفينة حتى لو كانت ضمن مواكبة عسكرية بريطانية وأمريكية. وما يقولونه عن عدم قدرة إيران على فعل شيء في ظل المواكبة العسكرية كلام مبالغ فيه وفارغ ومخادع. هدفه الاستغلال الاقتصادي أكثر، والعالم يعلم أنه لم يعد لأمريكا وبريطانيا هيبة في المنطقة. لقد احتجزنا جنودا أمريكيين مرتين وبريطانيين مرتين في مياه الخليج الفارسي. ولو أنهم قادرون على حماية السفن لكان الأولى أن يحموا أنفسهم. أقول لكل الدول الصناعية ودول الخليج الفارسي، هذه الدول المجاورة لنا، إن الأمن مستتب، وإن الجمهورية الإسلامية هي الراية للأمن والاستقرار في الخليج الفارسي، فهو منزلنا. لكن هذا الأمر مشروط بتصدير نفطنا والاستفادة من هذه المنطقة. فسواحلنا تمتد على 1375 كيلومترا على الخليج الفارسي، ولا معنى لألا نستفيد نحن بينما تستفيد الدول الأخرى. هذا يعد تجاوزا وعدم احترام. نحن سنوفر الأمن، وليس هناك من قلق. سنضمن أمن الخليج الفارسي ما دام أمننا مستتباً.